من بعد ما تسنينا سفيان اوجا باذن الله باش نمشيو عند الاب ديالو. السلام عليكم خي سويد، كي داير؟ لاباس عليك؟ كيف راه الدرجه؟ لاباس عليك؟ انا بخير. صافي عليك انا بخير. صافي عليك انا صح. لاباس عليها؟ كي داير؟ تنساك تعرفني؟ لا لا الحمد لله ماشي مشكل. كاين واحد الوالد العائله انا بخير. صافي عليك. الله يرحم والديك. فين راه قريب ولا؟ غينا غندوز غير من الجهه هذه وغادي نوصلوا. يلا من الاول طلع. كاين شي بليصه معكم تما؟ واخا طلع. اسمع عندك حس هكا شنو؟ كيف راك بص فينا؟ انا بخير والله. مزيانه كلشي بخير الحمد لله. بسم الله. لا لا بالعكس، وحنا غادي ان شاء الله باذن الله عندهم الدار. السوق فين حوله؟ دابا هو محول لتحت هاكاين، حيت ولكن انا كنت هنايا هاد السوق القديم هنايا كنت مع شي واحد تما. دابا السوق القديم باقي فيه الناس؟ لا هذا؟ لا غير تما حدا واحد الكاج. دابا السوق بعدوه ولا شنو؟ دخل اختم لي هنايا. السوق حيت القنطرة. هي كتفوت القنطرة تما كي؟ لا علاش ما خلاوهاش بلوص؟ شو هكا ولا؟ احنا غاديين باذن الله تعالى عند الاب ديال الاخ سفيان، الله يشافيه ويعافيه والله يبدل صحه جديده ان شاء الله باذن الله، والله يعطيه كل ما كيتمنى يا ربي لما تشافيه وتعافيه. دور المرضيه من هنا دور. دابا احنا قربنا للدار بزاف، ما بقى والو ان شاء الله باذن الله. شوف هاد السيد في سبيل الله، الله يشافيه ويعافيه، الله يرحم لكم الوالدين كاملين، كاع الناس اللي ساهمت وكاع الناس اللي كتفرج فينا. يلا خوتي هنا غادي نوقفو ان شاء الله باذن الله، غادي ننزلو باش نفرحوه ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم خوت حبابي، نتمنى الله دايما نلقاكم في احسن الاحوال، ربي يحفظكم وربي يسلكم الامور ديالكم. احبتي في الله، الحمد لله الأمانة رحنا وصلناها للأهل ديالها، جزاكم الله خيرا، تقبل الله منا ومنكم وجميع المسلمين يا رب، كل من ساهم من بعيد ومن قريب في هذا العمل الخيري فالحمد لله، اللهم لك الحمد. غادي هذا هو الأخ سفيان من مدينة غفساي عاصمة بني زروال، إقليم تونانت، عمالة تونانت، إقليم تونانت، يعني هاد غفساي هي عاصمة بني زروال. وتحيه الجباله من طنجه للكويره، وتحيه الجباله عبر بقاع العالم. يعني اخوتي اخ سفيان، كيفاش النهار الاول جاتك الفكره انك تتصل بيا، وكيفاش توقعتي الرد باش يكون ايجابي ولا سلبي؟ السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كنتمنى تكونوا ان شاء الله في احسن الاحوال ان شاء الله. قرب عندك. بالنسبه للاخ سهيل، يعني كنت شفته واحد النهار راكب على الموطور في الفيسبوك، واحد التصويره عنده في الفيسبوك، وتواصلت معاه بحكم ان عندي الوالد يعني حتى هو يعني كيعاني من نفس الاعاقه. خوتي بالنسبه للاب ديالو، خوتي عافاكم دعيو معاه بزاف بزاف، ما هذه يعني قليله في حقه، دعيو معاه الشفاء يا رب. صراحه الناس طيبين، ناس كرماء، الله يحفظه الله يطوله في العمر ديالو كما الاخ. يعني حتى هو كيعاني من نفس الاعاقه، يعني ما يقدرش يوقف على رجلو. وتواصلت مع الاخ سهيل بحال هكذا، قلت له واش كاين زعما شي واحد يقدر يبيع لنا مثلا شي موطور مثلا، ولا يقدر يعطيه لنا؟ المهم حنا بغينا موطور، يعني بغينا نحطوه نعطيوه للوالي، يعني باش يبقى يقدر يخرج هكذا، حيتاش هو قناط الوالي، يعني ديما عنده الكاروسه، والكاروسه خصو اللي يدفعو. ما بالنسبه للموطور يعني غادي يسهل عليه مجموعه من الامور. وكان الاخ سهيل يعني تلقى هذا الطلب هذا برحب الصدر، يعني برحب الصدر، وقال ماشي مشكل بحال هكذا، وتواصل معي وقال لي فوقاش ما جيت لغفسي غادي نجيب لك الموطور. وتقريبا شي مده هو كيتواصل معي كيقول لي راني لقيت واحد الموطور، راه ما تفهموش معي في هذا وهذي، حتى عطانا الموطور، وهو دابا جابو بيدو لنا. على ذلك هذا الكلام الذي قال، ففعلا مشكوره الاخت ليلى والاخ ياسين، تا هما كانوا كيقلبوا معايا وعانوا معايا صراحه، شكرا لهم تا هما. حنا هذا الخير هذا عمرنا ما غنساوه لكم. جزاك الله خير. هذا لوجه الله اللي كيصور، ما غاديش ننساو لكم هذا الخير. هذا لوجه الله اخي، ماشي بالعكس، هذه صدقه جاريه كانوا. حنا غير وسطاء، يعني كنحاولوا ندوا يدنا لخوتنا المسلمين. شوفوا الاسلام دين المعامله، يعني شيء عادي انك تقدم شي حاجه هديه للاخ تفرح واحد الانسان، راه ماشي ساهل.
ونتمنى من الله تعالى التوفيق لنا ولكم يا رب. امين. شكرا لك اخ سفيان، الله يشافيك الاب ديالك، والله تعالى يوقف معك، الله يسهل عليكم كاملين اخوتي. المهم باش نوريك كيفاش غدير المطاعفات، ماشي مشكل. اسير سير سير صور، ماشي مشكل. شوف قرب اخي سفيان باش تفهم هذا، راه هذا انا عيد من الدرز معاه باش نحلو، باش كيهبط عنده شويه هكا حسب القياس ديالو، كيهبط على حسب القياس. المهم انا غير حاول شوف كيفاش دير الدور هذه ولا هذه، غادي تجوف وعلى حسب القياس. ما عرفتش انا كيفاش غنحك يديها كيدوروا بجوج، كيدوروا بجوج، واش وحده يمكن كدور بين، كدور وحده العكس وحده العكس. هادي دارت صافي هكا كاسين زيت شويه. هادي ما طارتش، هادي ما طارتش، خصها هادي الدور ياك. نشوف شي حاول دور دير داك الشيء كدور لك العكس ولا العكس. هادشي على السنيت هنايا خصو يدور هذا، ها هو دابا انت الشيء احسن كيقرب له الفيديو. شفت له هذا هكا يعفرنا معاه في الدور، ولا ما بغات تهزيك انت. هذا الكونتاك، الكونتاك هي ها هو دابا يمكن خاوي ياك. لا عامر غير كاين اللي صفر ولا الاحمر، يعني هنا راه خصو تشارجر، فهمتي؟ هنا هذيك سيراسور دابا، هنا القنيه ها السلحفاه، يعني في الاول دابا باش يولفوا لا تمشيها بشويه، باش يولفوا دابا غير خليه في الواحد ولا الجوج، فهمتيني؟ بحال هكا، وهذا كلاكسون هذا هنا كيزيد القدام، غير هو واحد واحد النقطه هنا على الفرانة مال. وهذاك خصك تهبط الفرامل، هذا كيهبط باش يمكن له يزيد، فهمتي؟ هذا باش نحضر، باش نحضر هذيك الفرامل شنو الدور ديالها. دابا دابا شوف دابا الفرامل كطالعه ديمارينا، خاص نزيدهم باش يزيد القدام. صغير تفاش بحال هكا، هو رجع اللور وترجع بحال هكا، فهمت؟ هو غيز وترجع مشاريان تحت على هذه بركه، على هذه بركه ما تخافش بحال داك الساعه. زيد هنا واش شوف الشارجر ما كيتشارج، هذا هو الشارجر، هذا هو الشارجر ديالو. جيب واجب نوريك اخي، اجي من هنا، اجي من هنا باش تفهم، حيت ما يمشي هنايا راه ما غاديش يبقى معاك شي واحد اخر. شتي ديك الطايره هي تما كتفتح هذيك كتجيب غير دورها السي محمد هو هي دارت هذيك هي بلاصتو. انت هات ثلاثة الفيشات اييه كتشوف تما، المهم هي بالعقل باش ما تهرسوش داك الشيء. وراه كيشعل من هنا هذا، فهمتيني؟ هذا هو هذا شارجور. وشوف هذا في الدار الا بغيتي تكحسوه، اسمعني الا بغيتي تكحسوه بلا ما تحب، بلا ما ديماريه طلع له فرنامه هذيك راهي، طلع 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 باش تفهم، طلع جربو مزيان. دابا دفعتي غيمشي، دفعتي غيمشي كيولي مانيوال ديك الساعه كتحط جرجر جرجر هذاك صافي هو كيزيد. دابا هبط هبط داك الفرن جرو، لا هو ما غيمشيش، ماشي هادي ديال الكوسان هذا باسين، برك عليها برك عليها، لا طلع 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 الفوق ولا العكس، هكا كيدور الكوسان. السلام هذا باغا دور الكوسان في الاول بحال هكا، اها وحطو في الاول تيحطو هذيك الساعة دورو شوية باش ما تعطرش، وحطو تماك هذا هو واش تهزوه. هذا بالنسبه لدابا هاد البدن اللي كيتشارجر فين كيتحشى دابا؟ هنا عنده بلاصه ديالك؟ لا هذاك شارجو ولا هذا كيبقى لاصق فيه دابا؟ لا 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 كيتشارجو كتحيدو، كتحيدو دابا هذاك شارجو بحال التليفون، فاش كدير التليفون هذا كديرو في الضو، ما تخافش راه ما كياكلش الضو، زعما حتى لا بقى في الضو، راه يمكن راه كاينه بوله خضراء حمراء. فاش كتكون الشعله الحمراء راه ما مصرجش، غير كتشعل بوله خضراء صافي. راه الباتريات عنده جوج باتريات تما كاين صافي. الله يخليك زعما الا كنت تقدو تهزو دابا، ولكن لا لا دابا رجلي مريضه. لا انت ركب، ركب انت ركب، ركب انا اركب، اركب ما تخافش، اركب ما تسقيس ما تسوى حاجه، قول بسم الله كبسي ما تسقيس حتى حاجه، ديما راه ما تخافش. طفي وشعل، اشعلو صافي. لا راه دابا خصك تفرم، دابا طايحه فرم ها سير قدام بطل تحت الدوره، ما عندك يقل كيف شويه بلا قد هاد شويه، ما تخافش هاد شويه هاد شويه. خايف من هذا، شنو شنو شنو
قلب صاحبي راه ما قصدتش حتى البيكالات هو جا مصيف ليا ولا بغيت نجي هاد الفسعه هذيك على حساب السرعه دابا هو فهمتي رقم هو اللي في بيع الله يكبر لك شوف اخوت الحمد لله وفقنا الله تعالى اننا دخلنا الفرحه على واحد السيد جبنا له داك كرسي كهربائي والحمد لله صراحه حسن اخ سفيان رجل انسان طيب والاب ديالو ما شاء الله والعائله ديالو تبارك الله ما شاء الله كلهم طيبين صراحه الله الا بقى فينا الحال مسكين الاب ديالو مريض بزاف الله يشافيه ويعافيه والحمد لله صراحه ما قدتهم فرحه على الاب ديالو ولا الام ديالو ولا الاخوان ديالو كاملين صراحه الشريفه والله الا مسكين الا بقى فينا والله كنشوفوا الحاله ديالك كنقولوا راه حنا زعما انت راك مريض ولكن كنشوفوا شي حالات لا حول ولا قوه الا بالله والله يشافيه ويعافيه دعوا له اخوتي بالشفاء والله القسم بالله دعوا مع الاب سفيان بزاف بالشفاء اقسم لكم بالله اخوتي دعوا معاه بالشفاء دعوا معاه بالشفاء والله راه شتو الله يلقى ديال تقطع من جهتو نحاول جاهدا انا الا كان شي دواء الا كانت شي حاجه نعاونوا فيها صراحه الله مسكين راجل كبير وعنده السكر ومسكين عنده رجل مقطعه والله متعالى دابا كرجل الاخرى شويه حتى هي عاوتاني ما شاء الله لا اله الا محمد رسول الله كتعرفوا هنا ما كاينش اختصاصي ولا حتى صعوبه التنقل باش يهبط حتى الفاس وطلع وهبط انسان كبير ما كيقدرش يتحرك وبزاف د الحوايج صراحه كاين اكراهات كبيره كيديوها غير هنا السبيطار ديال بالعام سبيطار عادي ديال غفساي كيديروا لي سوان ديال ورا داكشي راه خصو يتنقى خصو الطب ديال الجلد خصو اولا يمشي لعند الطب ديال السكري باش انه ياخذ الدواء ديالو ويدير المسائل ديالو اللي هي وكما شفنا السيد يعني نتوما ما شفتوش حنا اللي شفناه يعني رجلو حتى علاش ما بغيناش نبينوه صراحه نظرا للابناء ديالو والعائله ديالو بصراحه حتى الحاله والله القسم بالله الا كتشمئز في النفس انك باش بالصوره والله القسم بالله على العظيم الا شنو نقول لكم بس كرجليه كتسير بالدم ما شاء الله داك الشيء منظر صراحه هو مسكين قنط في الدار فهمتيني كيقنط في الدار جبنا له ديك الكروسه كرسي كهربائي انه باش يتنقل به في المدينه يتفاجئ شويه ينسى شويه حيت راه الانسان المرض وزيد جلس في الدار كانك في السجن يعني بحال اللي باغي كتبغي ننتقم ومسكين دعا معنا واخا رغم ذلك المرض ديالو والله الا دعا معنا صراحه والله الا بقى فينا بقى فيا بزاف اقسم بالله ايوا دعوا معاه بالشفاء والعافيه هذا الشيء ما كاين ونتمنوا له الخير يعني كما قال هو راه دوز 25 سنه ولا ما عرف اكثر في العسكر هذه هي سنه الحياه يعني عنده مرض السكري وهنايا الطب ما كاينش طب اختصاصي كاين طب عام وكاين اهمال شي اللي كاين ايوا شي اللي يشافي ويعافي خوتي احبابي الناس اللي داروا هذه البادره ديال الكرسي المتحرك كنشكروهم ولا يجعلها في ميزان مقبول امين امين الله يعشر الخطوات اللهم تعالى تقبل منا ومن جميع المسلمين يا رب وان شاء الله باذن الله مازال نفرحوا لما لا ما كرهناش نفرحوا ناس وحدين اخرين ما كرهناش ندخلوا البسمه والفرحه على قلوب الناس بكل صراحه اقسم لكم بالله رغم المرض ديالي ولكن كنحاول يعني لا مكره الى بطل كما كيقولوا لا ياك يكيادي كيف كيقولوا لا ما تاكدتش منه المهم عليناش قبلوها مني وصافي اخوتي يلا اخوتي استودعكم الله واتمنى لقياكم في فيديو قادم ان شاء الله مدام شريفه شنو تقول لك السلام عليكم الله يلا باي باي بسلامه